شكرا لبقائك معنا. ألمانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي قامت بتعزيز المرونة في سوق العمل. ما هي الدول الأخرى في أوروبا؟ دول عدة قامت بإصلاح أسواق عملها من خلال المزيد من المرونة، من بينها مثلاً إيطاليا، إنها أصدرت قانون الوظائف وحاولت تيسير دخول ما يسمى بالقادمين من الخارج إلى سوق العمل. حالياً في فرنسا هناك مرونة في سوق العمل أيضاً مع بعض الإصلاحات، وتحاول العديد من هذه الدول تسهيل دخول الأشخاص الذين كانوا خارج سوق العمل لفترة طويلة، وتحث أصحاب العمل على التوظيف بسهولة أكبر. لكننا رأينا أن هذا غالباً ما يترجم إلى خلق فئة جديدة من العاملين الفقراء أيضاً. بالفعل هناك خطر زيادة عدد العاملين الفقراء اعتماداً على كيفية تطبيق السياسات. في ألمانيا رأينا مثلاً أن الوظائف الصغيرة والمرونة في سوق العمل أدت إلى حالة يوجد فيها الكثير جداً من العاملين الفقراء. إنه ثاني مكان في العالم للأجور المنخفضة في دول منظمة التعاون والتنمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. على الحكومات أن تولي اهتماماً من خلال تنظيم نوعية الوظائف ضمان الحصول على إجور جيدة مع حد أدنى كاف للإجور. مثلاً أدخلت ألمانيا الحد الأدنى للإجور مؤخراً لمعالجة مسألة العمل المؤقت وغير المستقر.